مرحبا بكم. كيف استغلت إسرائيل وعد ترامب؟ خطوات عدة استخدمتها إسرائيل للاستفادة من قرار ترامب بشأن القدس على مستويات عدة، بداية من استكمال الاستيطان إلى القوانين الجائرة في الكنيست، وصولا إلى الضغط على الرئاسة الفلسطينية للقبول بأبو ديس عاصمة لفلسطين بدلا من القدس، بعد أن ضرب ترامب جميع القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط. الكيان المحتل لم يقف مكتوف الأيدي، بل زمر وطبل لهذا القرار بطريقته الخاصة، حيث توالت وتسارعت وتيرة القرارات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية بعد أن قدمت أمريكا لإسرائيل الغطاء لتنفيذ سياستها القائمة على تكريس الاحتلال في الضفة والتمادي بتنفيذ 17 قراراً منذ الإعلان عن الوعد الأمريكي وحتى منتصف آذار 2018. أقل هذه القرارات بناء 14,000 وحدة استيطانية. ليأتي بعد ذلك السؤال الموجع: ماذا فعلنا نحن أمام قرارات الكيان المحتل ومن ورائه الإدارة الأمريكية؟ مرحبا بكم أحبتي المشاهدين في برنامج القدس، مستمرون معكم. نبدأ هذه الحلقة لكن بعد هذا التصريح. يا فلسطيني الراجل مش على بعض، طالب في كل القوانين الدولية لأنه طف شعبك وغز شعبك وغز مخزونك الاستراتيجي، غز مخزونك فورا، غز جعبة النضال والفورا فلسطين، غز بيت النار وغز الصاعقة الذي تبدأ بها كل حرب. نشد انه احنا نقفوا جنب للعالم العربي، نقفوا جنب بخصوص العيش، بخصوص الامراض اللي عندنا، بخصوص الايتام، بخصوص كل الوضع الصعب اللي عايشين فيه. ناس مكيف وناس غزة مش لاقي تاكل الدبة، ذبحوا نسوانهم القتل، صاروا يروحوا على السلك، صاروا يروحوا على السلك ويستشهدوا من قلة المصاري، وفش الشاب ما بجيبته شيء كان يصرف على حاله. متأملين احنا، متأملين نرجع، متأملين وان شاء الله غير نضلنا، نضلنا يعني ونضلنا ونضلنا لعدة سنة لما نروح ان شاء الله نترد. أحبتي المشاهدين، معي في هذه الحلقة من فلسطين الأستاذ مؤمن عزيز، عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين، ومن سوريا سيكون معي المحلل السياسي الأستاذ محمد نادر العمري. نبدأ مع السيد مؤمن. مرحبا بك سيد مؤمن. حياكم الله. لك التحية سيد مؤمن. ماذا يدور الآن على الأراضي الفلسطينية؟ مسيرات العودة مستمرة، وهذه هي الجمعة الثالثة. إلى أين وصلنا في هذا اليوم وماذا حققنا وكيف هي الأمور هناك؟ يعني أخي العزيز، بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه في كل الميادين قادر على كسر الإرادة الصهيونية، قادر على كسر الغفرة والمؤامرات والمخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة بخروجه واحتجازه على حدود قطاع غزة. هذه المسيرات السلمية وهذه الجماهير وهذه الحشدات الشعبية هي رسالة قوية موصلها توصلها يسيرها شعبنا الفلسطيني لكل العالم وللعدو الصهيوني وللأمة العربية والإسلامية، الأمة النائمة للأسف في ظل هذا الطلف وهذه الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. نسلم اليوم أبناء شعبنا الفلسطيني رسالة قوية لكل العالم لأننا أصحاب حق وأصحاب قضية، وأن حق هو حق ثابت وأصيل لا يسقط بالتقادم. حق العودة هو حقنا الذي كفلته كل القوانين والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 194 الذي أقرت به الأمم المتحدة أن من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعود إلى أرضه. وانطلاقا من هذا كله، اليوم شعبنا الفلسطيني بعد ثلاث جمع
متتالية على مسيرة العودة الكبرى، يثبت للعالم أجمع أنه متمسك بحقه في وجه المؤامرات والمخططات أو ما تسمى بصفقة القرن التي يحاول بها العدو الصهيوني ومن خلفه رأس الشر أمريكا في المنطقة بأن تلتف على قضيتنا الفلسطينية وأن تجهد حق العودة وأن تنهي قضية اللاجئين. ولكن قضية اللاجئين وحق العودة والقضية الفلسطينية هي حق ثابت وأصيل لشعبنا الفلسطيني ولن نسقط بالتقادم، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وثوابتنا حتى التحرير والعودة بإذن الله عز وجل. نعم سيد محمد نادر العمري، بعد التحية، كيف تنظر إلى مدى استغلال إسرائيل لقرار الإدارة الأمريكية حتى هذا اليوم؟ وفي قبالة هذا الاستغلال ماذا قدمنا نحن كمطالبين بالقضية الفلسطينية؟ تفضل. بداية كل التحية لك ولدفع الكريم في غزة المقاومة لك التحية المشاهدين. الكيان الإسرائيلي على مدى العقود الخمسة أو الستة السابقة استطاع استثمار الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الإدارات الأمريكية التي تغلت على سدة الرئاسة وكذلك التي استلمت زمام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث عن هدفين أساسيين. الهدف الأول هو توسيع هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف الثاني هو تحقيق الأمن والأمان للكيان الإسرائيلي وتوظيف كافة الوسائل والأساليب لتحقيق حلمه في إقامة ما يسمى دولته من النيل إلى الفرات. أنت تذكر أنه حتى مع اندلاع أو انطلاق شرارة حرب تشرين لم تترك الولايات المتحدة الأمريكية أي وسيلة للضغط، سواء من التهديد والترغيب لمصر وكذلك لسوريا في محاولة الحد من هذه الحرب وانعكاساتها على الكيان الإسرائيلي. أيضا في حرب تموز السيد حسن نصر الله كان واضحا كثيرا بأن الإغراءات التي جاءته من الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل عليها أي من الدول العربية حتى التي تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم فروض الطاعة، قدم له المليارات، قدم له السلطة، قدم له كافة الإمكانيات فقط ليقطع علاقته مع إيران وكذلك ليوقف دعمه على القضية الفلسطينية. إذن الكيان الإسرائيلي هو خلال الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مر العقود منذ إقامة الكيان الإسرائيلي في 48 حتى اليوم استثمر واقع الإدارات الأمريكية التي كانت دائما تنفذ الأجندات الإسرائيلية في المنطقة. ولكن ما يميز اليوم الإدارة الأمريكية الحالية حقيقة الأمر نقطتين. النقطة الأولى كما تعلم أنت والسادة المشاهدين والمتابعين للشؤون السياسة الأمريكية بأنه حتى الأيام الأخيرة قبل البدء بالانتخابات الأمريكية كانت السيدة هيلاري كلينتون كافة المؤشرات لمصلحتها في الحصول أو الوصول إلى سدة الرئاسة، ولكن خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من حملة الانتخابات تم التوصل إلى اتفاق ما بين فريق ترامب مع الكيان الإسرائيلي وبخاصة مع اللوبي الإسرائيلي إيبر في الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير الإسرائيلي في واشنطن. تضمنت هذه الصفقة ضمان الكيان الإسرائيلي وصول ترامب واستخدام كافة وسائل الضغط والإمكانيات المتاحة لدى الإيبر لضمان نجاح ترامب في الانتخابات، وفي المقابل يقوم ترامب بتنفيذ أو بالترويج لصفقة القرن التي حصل الأمر هي ليست مشروع أمريكي، هو مشروع إسرائيلي. كلف نتنياهو أحد أعضاء الكنيست وتبع باركود وربا ضيفك في غزة يدرك هذا الاسم غازو باركود، وهي عضو من الحزب الكنيست في الليكود، وبالتالي هي من صاغت هذا الاتفاق وتم التوافق ما بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية على تحقيقها. أما فيما يتعلق بما فعله العرب وكذلك السيد عمري، أنا لي مداخلة بسيطة. الآن منذ قرار الإدارة الأمريكية إلى يعني يوم إلى وسط أو يعني تحديدا 15 آذار كان هناك 17 قرار اتخذتها إسرائيل، أقل هذه القرارات هو التوقيع على 14,000 مستوطنة أو وحدة استيطانية، هذا أقل القرارات. ماذا في قبالة هذه القرارات قدمنا منذ قرار الإدارة الأمريكية إلى اليوم؟ بعد لا ننسى أيضا قرار إيقاف دعم السلطة الفلسطينية بالأموال بغرض هو 17 قرار من ضمنها هذا القرار يعني
إذا هذه القرارات حيث الأمر على الصعيد الذي اتخذه الكيان الإسرائيلي جاء بالتزامن مع الضغوط التي شهدتها التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية على وقف دعم اليونسكو في دعم الشعب الفلسطيني، على الضغوط التي مرست على الداخل الفلسطيني من قبل الدول العربية. في المقابل الدول العربية سارعت حيث الأمر إلى التصفية مع الكيان الإسرائيلي وبخاصة السعودية التي اعترف محمد بن سلمان بأحقية الكيان الإسرائيلي بإقامة دولته. لم يقوم العرب بأي خطوات حقيقة الأمر جدية، بالعكس من ذلك سارعت هذه الدول العربية إلى زيادة الدعم للمجموعات الإرهابية في سوريا في العراق في عدد من الدول بهدف استنزاف دول مقاومة لعدم اتخاذ أي قرار، حتى أن ترامب اليوم بتهديده ووعيده في شن عدوان على سوريا يهدف بذلك إلى محاولة وضع أو إلهاء الجيش السوري وكذلك الجمهورية الإسلامية وحزب الله في حرب أو في احتمالية وقوع عدوان في هذه المنطقة لتمرير صفقة القرن قبل أيام أو قبل ما يقال أقل من شهر حقيقة الأمر لتمرير هذه الصفقة. لم يقم العرب بأي إنجازات، لم يقم بأي تحرك باتجاه سياسي أو عسكري أو حتى بالتنديد في المستحقات الدولية. وجدنا بأن هناك تكتلات من الدول وصعوب العالمية التي تحركت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا نشاهد على الصعيد الداخلي الفلسطيني حقيقة الأمر بأن السلطة الفلسطينية لم ترتقي إلى مواقف الشعب الفلسطيني الرافض لهذه هذا ما سنتحدث عنه. هذا الذي أريد أن أوصل به. الظاهرين اليوم بخروجهم العفوي وكذلك بإرادتهم هم يتمسكون بحقوقهم، وبالتالي يجب على الداخل الفلسطيني بالدرجة الأولى أن يتجه نحو إيجاد لحمة ومصالحة وطنية بشكل عام. هذا سيكون حاضر في حلقة هذا اليوم سيد محمد. أنتقل إلى الأستاذ مؤمن عزيز. سيد مؤمن، الآن تحدثنا عن ما جرى اليوم واستمرار مسيرات العودة، ما هي الدلالة التي يمكن أن نتحدث عنها من حرق أعلام الكيان المحتل؟ يعني أخي العزيز، هذا العلم يمثل الغطرسة ويمثل الصلف الصهيوني باتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني من مسيرة العودة الكبرى قدم ما يقارب من 40 شهيد وآلاف من الإصابات، التي منها إصابات خطيرة ومنها إصابات بتر. هذه الغطرسة الصهيونية باتجاه شبان عزل لا يملكون سلاح، وإنما يملكون إيمانا بعودتهم إلى أراضيهم، وأن يكون حقا قويا يدافعون عنه بصدورهم العارية. فتقوم قناصف العدو الصهيوني باستهداف هؤلاء الشبان والنساء والأطفال والشيوخ، حتى أن الصحفيين لم يسلموا من هذه الغطرسة وهذا الصلق الصهيوني. لأجل ذلك كانت رسالة حرق العلم الصهيوني اليوم على حدود قطاع غزة في مخيمات العودة وفي مسيرة العودة الكبرى لإيصال رسالة بأن هذا العلم الذي فيه كل معاني الصلق ومعاني الغطرسة سيتم إزالته، وذلك رسالة للعدو الصهيوني بأن زواله قادم بإذن الله عز وجل. هؤلاء الشباب والشيوخ والنساء والأطفال والشبان الذين يؤمنون بحق العودة ويؤمنون بحقهم في العودة إلى أراضيهم. لذلك كانت هذه الرسالة القوية من حرق العلم الصهيوني اليوم في مخيمات العودة. وهذا أيضا من منظور آخر هو رفع للعلم الفلسطيني في مقابل حرق العلم الصهيوني. رفع العلم الفلسطيني على حدود قطاع غزة بيكون رسالة قوية أيضا للعدو الصهيوني وللعالم أجمع بأن هذه كلها أراضينا المحتلة، ونرفع علمنا ونعتز به في كل الأماكن، ويكون رسالة قوية. طيب سيد مؤمن، نعم سيد مؤمن، من هذه النقطة حرق العلم علم إسرائيل ورفع العلم الفلسطيني في مسيرات العودة أمر جيد جدا وله دلالات كثيرة وواضحة، لكن ألا ترى أنه الرسالة الأبلغ كانت ستكون هو الذهاب باتجاه الوحدة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ أليس هذا الأمر والسعي إلى هذا الأمر أبلغ رسالة إلى العالم أجمع ومن ثم إلى الداخل الفلسطيني بشكل خاص؟ يعني أخي العزيز، دائما الدم الفلسطيني الذي يسال من قبل العدو الصهيوني والجرائم الصهيونية دائما ما توحد شعبنا الفلسطيني. طيب. واليوم مسيرة العودة الكبرى وحق العودة وقضية اللاجئين وحق أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين وأهلنا في الضفة الغربية أن يقوموا بمسيرات ومظاهرات سلمية
تحتشد كلها وتجتمع فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني. هذه اليوم رسالة للعالم أجمع بأن شعبنا موحد خلف علم فلسطين وخلف قضية فلسطين، وليس ما يشتتنا أكثر مما يجمعنا، فما يجمعنا هو أكثر بكثير. نحن نجتمع خلف علم فلسطين، نجتمع خلف قضيتنا، نجتمع خلف قدسنا، نجتمع خلف لغتنا، خلف قرآننا، ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. لأجل ذلك جاءت هذه المسيرات لتوضح للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني متمسك وكله ثابت خلف خيار العودة والتحرير، وخلف خيار مقاومة هذا العدو الصهيوني بالمسيرات الشعبية وبتيار المقاومة بكل أشكالها، حتى من ضمنها أيضا المقاومة الإلكترونية. فلقد أبدع الشباب الفلسطيني أو ما يسمون بالهكر، أبدعوا في صيد المواقع الصهيونية ومن ضمنها مواقع المخابرات ومواقع الجيش، فكانت صيد وفريسة لهؤلاء الشباب السائرين، وكانت هذا نوع من أنواع المقاومة. المقاومة لا تقتصر على المقاومة المسلحة، وإن كانت المقاومة المسلحة هي أساس في مواجهة هذا العدو الصهيوني، وهذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولغة الحرارة. ولكن اليوم شعبنا الفلسطيني يخرج بكل مكوناته، بكل فصائله، بكل مؤسسات المجتمع المدني التي تثبت للعالم أجمع بأننا لسنا كفصائل، بل كل الشعب الفلسطيني متمسك بعودته ومتمسك بحقه في التحرير والعودة إلى أراضيه. نعم، بالعودة إليك سيد محمد، الآن نتحدث عما ذهبت إليه في نهاية حديثك قبل قليل عندما تحدثت عن الواقع الفلسطيني أو الداخل الفلسطيني. كيف يمكن أن ينظر لنا العالم بشكل عام وأيضا العالم العربي بشكل خاص إلى القضية الفلسطينية ونحن نرى كل هذه الهوة الواسعة بين القيادات الفلسطينية؟ هل تقدمنا بخصوص الوحدة الفلسطينية بما هو بمستوى الطموح؟ أولا الداخل الفلسطيني حقيقة الأمر هناك نقمة من الشعب الفلسطيني تجاه الخلافات التي تحصل ما بين القيادات السياسية. اليوم هناك تصريح حقيقة الأمر أنا أقف عنده كثيرا عندما يتحدث السيد سعد عريقات بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ويتحدث باسم الإسرائيليين، حقيقة الأمر هذا الأمر يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى عن تخلي عن اتفاقية أوسلو، وبخاصة منها فقرتين. الفقرة الأولى هي الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وكذلك التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي اليوم رفع شعار العلم الفلسطيني ليرفع العلم الفلسطيني وليحرق العلم الإسرائيلي. هذا التمسك الشعبي وهذا الاتفاق الشعبي، وربما كما ربما ليس الكثير يعرف في هذه الموضوع بأنه كان في الأمس بعض المحاولات لطرح اسم لتكون هذه الجماعة جماعة مولوتوف، وضيفك في غزة يدرك ذلك، ولكن أصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بهويته بالدرجة الأولى واتباع أساليب المقاومة ابتداء من الأساليب السلمية كما تحدث أيضا ضيفك، واللجوء إلى الأساليب الأخرى سواء الهكر وغيرها من حرب إلكترونية، وكذلك من الإصرار على حمل الحجارة في مواجهة الخناصات وكذلك الرصاصات. هذا إصرار على التمسك بالهوية الوطنية، وهذا يجب أن يدفع القيادات الفلسطينية بكل أطيافها وبكل خلفياتها وبكل التنازل عن السلطة والذهاب نحو الاتفاق حول القضية الفلسطينية والارتقاء، أنا أعود وأكرر الفكرة، إلى الارتقاء إلى المستوى الذي وصل له الشعب الفلسطيني، لأن حتى الآن هذه القيادات الفلسطينية بمعظم بمختلف مرجعياتها حتى اليوم لم ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني. أما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي حقيقة الأمر هناك مستويين، المستوى الأول هناك من يعزز هذه التفرقة الداخلية في فلسطين المحتلة وبخاصة من قبل الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية وبخاصة الخليج العربي، وهناك أيضا ضمن هذا السياق من يقوم بمحاولة الضغط على السلطة الفلسطينية لعدم التقارب مع حركات السياسية الأخرى في فلسطين وبخاصة من قبل المخابرات المركزية في مصر. وفي الشق الآخر هناك المطالب الدولية التي تطالب بوحدة الشعب الفلسطيني. إذا نحن أمام موقفين من المجتمع الدولي وكذلك المجتمع العربي، هذين الموقفين أحدهما هو سلبي
تخوضها الولايات المتحده الامريكيه والكيان الاسرائيلي ويعزز التفرقه، وهذا يبحث عنه الكيان الاسرائيلي. بل دعني اقول اكثر من ذلك، ليبرمان في اكثر من تصريح يتحدث عن ضروره بقاء الانقسامات في داخل فلسطين المحتله، لانه في حال وصول هذه الانقسامات او بقاء هذه، في حال اختفاء هذه الانقسامات، هذا الامر سيؤدي الى وحده القرار السياسي والشعبي في اتباع الكفاح المسلح والسلمي على حد سواء. النقطة الثانية، هذا الأمر سيعزز أيضا الحراك الفلسطيني في الخارج. اليوم كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطالب الكيان الإسرائيلي بالخروج سلميا من الأراضي المحتلة وكذلك بعدم تبرير صفقة القرن وهي منقسمة على ذاتها بطبيعة الحال؟ هناك اليوم حتى انقسامات وشدناها أثناء اللجنة المركزية التي أقامتها السلطة الفلسطينية. كلام السيد محمود عباس ضمن هذه اللجنة، حق الأمر أنا شعرت كأنني قاعد في السويد وليس في فلسطين المحتلة عندما قال لدينا مؤسسات ولدينا. هذا الكلام معيب. اليوم هناك أحد الأشخاص الذين تم سؤالهم على أحد القنوات الفضائية المقاومة، وهو رجل مقاوم يجلس على كرسي متحرك ويرفع العلم الفلسطيني بيده ويرفع العلم الفلسطيني خلفه، وأيضا سئل لماذا تأتي تترك بيتك وتأتي إلى هنا لتواجه الكيان الإسرائيلي؟ قال لماذا أجلس في بيتي ولا يوجد كهرباء ولا يوجد ماء ولا يوجد ما أستطيع به ترميم بيتي ولا يوجد. إذن هذا يطالب بحقه وبحق المقومات الحياة الطبيعية، وبالتالي على السلطة الفلسطينية وعلى حركات السياسية الأخرى والفصائل السياسية الأخرى أن تضع جميع خلافاتها على جنب ثم أن تلتف حول المطالب الفلسطينية وأن تبدأ من نقاط الالتقاء وهي ضرورة مقاومة الاحتلال الفلسطيني بكافة الوسائل. لم يعد هناك فقط خيارات سياسية، أنت تعلم بأن الكيان الإسرائيلي ومن خلال النماذج التي مرت بها المنطقة بشكل عام سواء في غزة سواء في رفح سواء في جنين سواء في الجنوب اللبناني سواء في الجولان، هذا الكيان لا يفهم لغة السياسة. هذا الكلام هذا الكيان يفهم فقط لغة السلاح والمقاومة والإرادة حق الأمر والتمسك بالأراضي، لأن من قدم حق الأمر للكيان الفلسطيني الفرصة لأن يتقدم وأن يزيد استوطاناته وأن يقوم بهذه الأفعال هي من وافق على اتفاقية أوسلو ومن طبع مع الكيان الإسرائيلي من الدول العربية ومن قام بتمويل هذا الكيان في حربه على غزة وفي على جنوب لبنان ومن قام بدعم هذا الكيان لدعم المجموعات الإرهابية هي دول الخليج التي لا تريد حق الأمر أن تكون البوصلة هي فلسطين. إذن من نقطة سيد محمد هي التي تسعى لتفصيل القضية الفلسطينية. سيد محمد، من نقطة أن هذا العدو لا يعرف اللغة السياسة، توجه إلى السيد مؤمن. سيد مؤمن، هنا ضيفي الأستاذ محمد نادر العمري يشير إلى ما أجمع عليه الكثيرون بل الأغلب في المجتمع الدولي وأيضا في المجتمع الإسلامي والعربي، وهو أن الكيان المحتل لا يعترف بلغة السياسة. وأيضا في هذا الوقت هو جل ما يخشاه هذا الكيان هو من التصعيد أو ذهاب الشباب الفلسطيني الشعب الفلسطيني إلى المواجهة المسلحة والمباشرة. هذا السيناريو هل يمكن أن يطرأ أو أن يحصل في قوابل الأيام؟ يعني أخي ليس من المعقول أن ننظر وأن نبقى المتفرجين على هذه اليد التي تبطش بأبنائنا وبشبابنا وبشيوخنا وبأطفالنا ونسائنا ونبقى متفرجين نحن كفصائل عمل وطني وإسلامي وكفصائل مقاومة. نحن نقول بأن هذا العدو الصهيوني اليوم يواجه بمسيرات سلمية وبمسيرات شعبية تؤمن بحقها في العودة والتحرير، ولكن لا يمكن أن نبقى ننتظر وننظر بأعين لا تستطيع أن تفعل شيء، ولكن سيكون للمقاومة كلمتها التي تقولها في الميدان الذي ترتئيه مناسبا. ولكن نحن في الوقت الحالي نحتاج إلى أن نكون أكثر اتفافا وأن نكون أكثر تماسكا خلف خيار شعبنا في خياره في الاحتشاد والتحشد الجماهيري في مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة. هذا الأمر يحتاج من كافة أطياف الشعب الفلسطيني وكافة القيادات الفلسطينية في الضفة غزة والضفة لكي تدعم هذا الخيار الذي يمثله الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته ومؤسساته. ولكن للأسف نجد أن البعض يحاول
أن ينال من عزيمة هذا الشعب، ينال من إرادة هذه المسيرات، من إرادة هؤلاء الشبان والنساء والشيوخ والأطفال الذين يحلمون بالعودة والذين يحلمون بالتحرير ورجوعهم إلى أراضيهم عام 48. ولا فهذا يتطلب من الجميع بأن يقف عند مسؤولياته. نعم سيد مؤمن، هنا لمقاطعة بسيطة أنتقل بها أنا وأنت والسيد محمد نادر العمري إلى حيث الأمم المتحدة وكلمة المندوب الروسي هناك. احتمل ضد القوات السورية، ضد الجيش السوري الذي يتصدى للإرهابيين منذ فترة طويلة والذي حقق انتصارات عديدة في هذا المجال أيضا. نعرف تماما أن قادة المجموعات السورية جاءتها أوامر بدء هجوم بعد كل عملية عسكرية محتملة. هل للتسبب بالفوضى تقومون بذلك؟ إن ذريعة هذا الهجوم هو هجوم مزعوم سام في دوما في 7 أبريل في سوريا. لم تصلنا معلومات مصداقية بهذا الصدد، لم يجدوا خبراؤنا أي أثر لاستخدام مواد سامة. ثم إن سكان دوما لم يسمعوا عن هذا الهجوم، لم يروه، وكل الأدلة بشأن هذا الهجوم المزعوم قدمت من قبل قوات مناهضة للحكومة تحاول تماما أن تسعى إلى تطور هكذا سيناريو. لدينا معلومات تدفعنا للاعتقاد بأن في ذلك استفزاز، هو استفزاز من قبل الاستخبارات التابعة لبعض الدول، وكنا قد حذرنا من ذلك منذ فترة طويلة. هو مجرد تكرار لسيناريو كنا قد رأيناه في خان شيخون في أبريل من العام المنصرم. الحكومة السورية بكل الأحوال ليست بحاجة إلى هذه الأحداث، وقد أكدت أنها لم تشارك بهذا الهجوم وطلبت تحقيقا سريعا في الميدان، تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومع العسكريين الروسيين. تولت وفرت السلطات المحلية كل الظروف السلامة، والمنظمة سوف تعمل في سوريا ونأمل أن تتمكن من إجراء تحقيق ذات حيادية ومصداقية. مجلس الأمن هو له ولاية اتخاذ قرار بشأن التدابير وضد من يمكن أن تعتمد هذه التدابير إثر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. تواصل روسيا العمل بلا هوادة، وذلك بهدف الوصول إلى نزع للتوتر، التوتر الذي رأيناه مؤخرا. واقترحنا اقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم تحقيق لمنظمة الأسلحة الكيميائية في دوما، ولكن قامت كل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وقف ذلك بشكل غير مسؤول، لأن هذه الدول لا تريد أن ترى تحقيقا. كل ما يهم هذه الدول هو قلب النظام في الحكومة في سوريا، وبشكل عام أن يتم ذلك لأن ضد مصلحة روسيا. هذه مسائل دولية ولها أنها تقع بالأساطير وبالمؤتمرات، وفي قلب كل ذلك يضعنا روسيا. على ماذا سوف تحصلون في نهاية المطاف؟ بعد سنوات في سوريا تمكنا من إرساء دعائم الاستقرار في مناطق عديدة عبر هذا البلد، وندعم العملية السياسية كما أننا نرى مصالحة وطنية ناشئة. ألحقنا هزائم عديدة بالإرهابيين، لم ننكر يوما أنكم أنتم أيضا ساهمتم بشكل ثمين للوصول إلى هدف الذي يتشاركه الجميع، إلا أن الطبيعة الحقيقية للإرهابيين تعرفونها أنتم للتصدي للنظام ولدفع مصالحكم الجيوسياسية في المنطقة. زميلتنا المملكة المتحدة تسأل دائما ما الذي تفعله روسيا لضمان تنفيذ القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن. أعيد لكم التأكيد، بلادي هي الوحيدة التي تعمل على تنفيذ هذا القرار، ومنذ بدء عملية أستانا تمكنا من تحرير وحتى تأمين السلامة في أكثر من 2500 قرية.
هذا لا يعني أن هؤلاء قد باتوا ضحايا النظام كما تقولون، بل أنه بفضل مساعدة روسيا وغيرها من الأطراف الضامنة تمكننا من إرساء علاقات طبيعية وسلمية مع السلطات، وتمكننا في سوتشي برعاية الأمم المتحدة من عقد مؤتمر بشأن الحوار السوري. كم من مدينة وقرية أنتم أرسيتم فيها السلامة؟ كم من مجموعة تمكنتم من إقناعها لكي تنضم إلى اتفاقات وقف إطلاق النار؟ مثلا بالنسبة للحالة في الغوطة الشرقية منذ اعتماد القرار 2401 ومع قادة المجموعات المسلحة وبفضل من دعم الروسي تمكننا من إجراء محادثات طويلة، والمقاتلون وأفراد أسرهم تمكنوا من الخروج بكل أمان من هذه المناطق، والسكان والمدنيون تم تحريرهم من هذا الرعب الذي تفشى لسنوات طوال. انظروا إلى سعادتهم حاليا، هذه الصور وهذه الفيديوهات موجودة لكن وسائل إعلامكم لا تظهرها. أنتم لا تتساءلون بشأن مصير المقاتلين في الغوطة الشرقية وهؤلاء المقاتلين الذين يعتقد أنهم يعتقلون حوالي 2000 إلى 4000 شخص. بعضهم توفى بسبب ما قاموا به من عمليات ولا سيما في محاولاتهم حفر الأنفاق، وأنتم تقولون اليوم إن سياحا أرسلوا إلى سوريا. لكن الآن لابد من مساعدة هؤلاء على العودة إلى حياة طبيعية، إلا أن الأمر لم يعد يهمكم. لماذا؟ لأن هذه الأراضي تسيطر عليها الحكومة اليوم. الآن يجب إجراء حوار يزعجكم بشأن ما يجري في الفوعة وفي كفرية. متى وصلت آخر قافلة إنسانية إلى هذه الأماكن؟ ومتى كانت المرة الأخيرة التي اهتممتم أصلاً فيها بهذه المناطق؟ ماذا عن هذا التحالف في الرقة الذي لم يعد موجوداً أصلاً؟ السيد الرئيس، تأخذ الأحداث منعطفاً خطيراً، وثمة خطر بأن يتهدد ذلك الأمن والسلم الدوليين. كل هذه المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها عفواً. ومن المؤسف أن نرى أن أوروبا القديمة تخوض الطرف عن ذلك وتلحق العار بنفسها. نناشد هذه الدول إلى التفكير بشكل سريع وبالعودة إلى ما هو قانوني وعدم وضع العالم بهذا الوضع الخطر. يجب التحرك سريعا. الاتحاد الروسي جاهز للتعاون مع كل الشركاء بهدف الحل المشكلة من خلال الحوار، ونحن ننوي التوصل إلى حل سلمي للنزاع في سوريا، وذلك على أساس المعايير الدولية، وسنبذل كل الجهود في هذا الصدد، كما نناشد الجميع إلى القيام بذلك، كل الشركاء. وشكرا لكم. أشكر سعادة ممثل الاتحاد الروسي على بيانه، والكلمة الآن لممثلة الولايات المتحدة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. شكرا السيد الأمين العام. بدأت بالاستماع إلى زميلي من الاتحاد الروسي وكنت مستعدة للرد، ولكن بدلا من كل هذا أقول لزميلي باسيلي، يرعبني ما تقوله بكل جدية. لقد اجتمعنا اليوم في ظروف جدية. الاتحاد الروسي يطلب تناقش بالتهديدات أحادية الطرف فيما تصل بسوريا. الشيء الغريب هو أن روسيا تتجاهل التهديد الحقيقي الذي يحف بالسلم والأمن الدوليين الذي أتى بنا هنا.
من جديد مرحبا بكم أحبتي المشاهدين، كنا ونقل مباشر من الأمم المتحدة وكلمة مندوب الاتحاد الروسي بخصوص سوريا وبخصوص القرارات الأمريكية الأخيرة. أعود إلى ضيفي السيد مؤمن عزيز بخصوص ما يدور في الأراضي الفلسطينية. سيد مؤمن، تحدثنا عن مسألة مهمة ألا وهي أن أنت ذكرت أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الإسرائيلي، وذكرت أن ذكرت التظاهرات والمسيرات السلمية. طيب، إذا ما كنا بهذه المسيرات السلمية نتحدث عن عدو لا يؤمن بها وعدو مستمر بالتصعيد في قبالة هذه المشاريع أو هذه التظاهرات السلمية، كيف هو الحل وما هو السبيل؟ هل هناك سيناريوهات أخرى في المستقبل القادم؟ يعني أي سيناريو قادم ممكن أن يطرح على طاولة التنفيذ عند فصائل المقاومة وفصائل العمل الوطني والإسلامي لابد أن يكون قرار تشاور، لأن هذه المسيرات التي خرجت بإجماع السلة الفلسطيني وبإجماع كل مكونات المجتمع الفلسطيني اليوم تحتاج أيضا أي قرار آخر يحتاج تنفذ، يحتاج إلى إجماع من السلة الوطني الفلسطيني، وهذا ليس بالأمر الصعب وليس الأمر بعيد، لأن فصائلنا اليوم التي اجتمعت مع خيار شعبنا الفلسطيني في الاحتشاد مع مسيرات العودة والاحتشاد من أجل العودة والتحرير، هي أيضا ستأخذ قرارها الذي تراه مناسبا في الوقت الذي تراه مناسبا في أي مرحلة قادمة. لأجل ذلك نحن اليوم مسيراتنا السلمية، تجمعاتنا تجمعات جماهيرية وشعبية توصل رسالة قوية للعالم أجمع أننا بسلميتنا وأننا باحتشادنا وأننا بجماهيرنا سنصل إلى العودة والتحرير بإذن الله عز وجل. هذا الأمر كله بالكل الفلسطيني الموجود حاليا على حدود قطاع غزة الذي تحتشد فيه كل مكونات الشعب الفلسطيني كله يوصل هذه الرسالة قوية، ولو نظرنا لوجدنا أن هذه المسيرات ترفع علم فلسطين فقط ولا ترفع أي راية لأي حزب أو تنظيم، ولكن ذلك الأمر يحتاج منا جميعا أن نكون دافعين من أجل إنجاح هذه المسيرات ومن أجل أن تصل هذه المسيرات إلى هدفها إلى هدفها، وإذا تم الوصول إلى هدفها سنصل إلى التحرير بإذن الله عز وجل والعودة إلى أراضينا. نعم سيد محمد نادر، أحتاج إلى تعليق بما ذهب إليه ضيفي السيد مؤمن. الآن هذه التظاهرات والمسيرات السلمية في قبالة حديث مع عدو لا يؤمن بهذه السلمية وهو ذاهب باتجاه التصعيد المستمر، وله بحسب تعبير الكثير من أصحاب الرؤى التحليلية له غطاء اسمه يعني اتفاقية أوسلو، كيف السبيل؟ هل يمكن أن تؤخذ الحقوق بهذه المسيرات فقط؟ أنا ضمن هذا الإطار تحدثت عن ضرورة الوحدة الفلسطينية، ولا سيما أن هذه الوحدة أولا تعطي المظلة السياسية والشرعية لأي عمل سياسي وسلمي، وكذلك في ذات الوقت الكفاح المسلح أن تعلم بأن السلطة الفلسطينية حتى اليوم ما زالت متمسكة باتفاقية أوسلو عراب اتفاقية أوسلو هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أشارك بطبيعة الحال الرأي الذي طرحه منذ قليل السفير الروسي في الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستحق أن تكون عضوا في الأمم المتحدة وتمتلك حق الفيتو، ولكن هذا الأمر في ذاته أيضا رسالة إلى السلطة الفلسطينية وإلى حركات المقاومة الفلسطينية وإلى الفصائل الفلسطينية. اليوم حرص الأمر فعلا لا ترفع الأعلام الفصائل في هذه المسيرات وهذه المواجهات، ليس من أي باب، لأن الشعب الفلسطيني هو الذي يتمسك بعالمه، في حين نجد بأن السلطة حتى اليوم ما زالت مصرة وإن خرجت بعض أحاديث تحدث بأنها تخلت عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى اليوم ما زالت مصرة على وجود الولايات المتحدة الأمريكية كراعي للسلام. هناك بعض الفصائل الفلسطينية التي تدفع إلى دول الخليج أو التي حرص الأمر تمويلها ومرجعياتها وإيديولوجيتها أيضا لدول الخليج. اليوم يجب أن نضع على طاولة الحوار بشكل صريح وأساسي بأن تكون القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني هي الأولويات ضمن
عمل السياسي، ومن ثم الذهاب نحو إيجاد بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية ليكون راعيا للسلام. اليوم هناك قوة كبرى صاعدة على النظام الدولي، هناك روسيا التي أثبتت ولاءها ووفاءها إلى حلفائها، وأثبتت بأنها تدعم مشروع القانون الدولي والمعاهدات الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت أكثر من 48 فيتو ضد المطالب وحقوق الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، وأحبطت المشاريع الداعية لتثبيت الحقوق الفلسطينية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقدم السلاح بنهاية الأمر إلى الكيان سيد الإسرائيلي. سيد محمد، سيد محمد، سيد محمد، بهذا العدد وهذا الكم من استخدام الفيتو من قبل أمريكا بخصوص القضايا التي تخص إسرائيل، هل أصبحت أو جعلت من إسرائيل فوق مستوى المحاسبة، فوق مستوى القوانين الدولية؟ هل أوصلتها إلى هذا الحد؟ بالتأكيد إسرائيل هي تعتبر نفسها ذلك، ليس فقط بسبب هذه القرارات. أنت تعلم بأن الكيان الإسرائيلي هو الدولة ما يسمى طبعا بين هلالي، هو الدولة الوحيدة التي أنشئت داخل الأمم المتحدة وتم اعتراف بها داخل الأمم المتحدة بدعم وغطاء سياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هي الدولة الوحيدة التي ليست لديها دستور في العالم، لأن ذلك يحد من طموحاتها. هي الدولة الوحيدة التي لا تعترف بحدود وتعتبر حدودها من النيل إلى الفرات. طبعا هذا كله بغطاء سياسي أمريكي، بدعم عسكري أمريكي. اليوم أصبحنا نجد بأن هناك اعتراف عربي أيضا بهذه المطالب. عندما تتحدث نيويورك تايمز عن صفقة أخذت ما بين محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب تضمن هذه الصفقة يعني تقوم دول الخليج بتطبيع علني مع الكيان الإسرائيلي وفق ما اشترطه نتنياهو منذ خمسة أعوام، بأن أي حل الدولتين تكون بتوافق وتطبيع علني واعتراف علني بحق الدولة الإسرائيلية بإقامة طبعا كل الدولة بين هلالين بإقامة دولتها النقطة الثانية. عندما تقترح أحد الدول العربية بأن تكون عاصمة القدس هي أبو ديس، يعني حضرتك تحدثت منذ قليل وفي بداية البرنامج أن هناك اقتراح أبو ديس، هذا الاقتراح هو من أحد الدول الخليجية طبيعة الحال، ليس من كيان الإسرائيلي. دعني أتحدث فقط بنقطة سريعة، وزير الدفاع الإسرائيلي غزور ليبرمان لأول مرة كمسؤول لوزير الدفاع في الكيان الإسرائيلي يعين مسؤولا سابقا في جهاز المخابرات الإسرائيلية ويدعى بن حايم. هذا الشخص حاصل الأمر هو مرسال أو هو مندوب الخاص لوزير الدفاع لدى الدول العربية، هدفه تصنيف القضية الإنسانية في غزة. النقطة الثانية، جمع أموال التبرع التي تخدم، التي طبعا هي ترفع أنه تخدم إلى الشعب الفلسطيني ويتم من خلاله نقلها إلى الداخل الفلسطيني. هذا يعني بأن اليوم الوضع الفلسطيني أصبح بضيق من الإمساك بيد الكيان الإسرائيلي. في الأمس أيضا الكيان الإسرائيلي منع أكثر من 40 دولة بمثلينها من وزراء وكذلك من أعضاء مجلس الشعب ومن سفراء ومن رجال دين وغيرهم من كل أنحاء العالم حاصل الأمر من الدخول إلى داخل الأراضي المحتلة عبر الأردن لحضور أحد المؤتمرات الدولية التي من شأنها دعم الشعب الفلسطيني ودعم مسيرات العودة. الذهاب أو إصرار اليوم السلطة الفلسطينية وكذلك بعض الفصائل بعدم الجلوس على طاولة الحوار وعدم الالتفاف لمطالب الشعب الفلسطيني، هذا يعني بأن نعم سيد محمد اليوم سيد محمد اليوم الأحداث متسارعة وفي كل الاتجاهات. ننتقل الآن